أتبكي على رسم بدارة ثهمدي، عفته الليالي فهو كالوشم في اليد، وتصبو إلى تذكار مسرح لذة، وملعب أفراح لشاد وأغيد، لك الويل فاعزب عن ضلالك واتخذ من الوجد سربالا لحزن مجدد، فلست ترى والله ما عشت فادحا بأفجع من رزق النبي محمد، نعته إلى علياه علياء نفسه، وعزى به التوحيد كل موحد، وهم بأن يوصي بثقليه قومه، وبالعكس هم فيما يريد بمرصدي، وقال أناس ظل يهجر أحمد ونجم هوى ما غلب الواحي مرشدي، غمض عيون وشيه اللي سادة يا ابو حسين عفاك، بطل ونين المصطفى خير النبي، غربت عينا يا بين عمي يدس باليده، شوف يدير العين لين ومد رجله، جبريل ينعاول فلاه أكمت عطل عليه، والمصطفى يناديه يا فاطم لا تنوحي، وسيده بطل البواج شعب قلبي يا حزينه، لازم يا بنت اليوم عزك تفقدين، وثوب المصايب عقاب عيني تلبسين، ومن لك يكسرون العداية بالباب ضلعي، وفاطمة خرت على أبوها تصيح
يحب دمع سجاب إن كان ضلعي يكسروه ونبصاير الباب. وصل وصل كرار ما يفيد يا زهراء القضاء جاري. وصل وصل كرار بي وصل أصحاب لا حد علي يجتري يا قرة العين. هذا الحسن مكسور قلبه من يجبره وهذا الشهيد حسين ياهو يشم نحره وياهو عقب عيناك يحطه فوق صدره. ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبطه.